بالنسبة لهذا الفيديو غنحاولو نديرو غير نهضرو على واحد الكوفيسيون. لو في غالبية الأحيان ملي يكون عندك مثلا كونسول خارج مثلا في هاد الجهة هادي، يعني كونسول كنقولو على دار بلان، مثلا كتكون مثلا 60 سنتيم ولا 1 متر ولا على حسب شنو مخرج لك بيريديتيود هنايا وعلى حسب شنو باغي لارشيتكت. ونسبوزون حنايا خارجين ب 60 سنتيم، صافي. الو الكوفيسيون باش غندخلو لادال نيجاتيف كتبقى 1.5، يعني داكشي باش غنخرجو الا خرجنا ب 60 سنتيم غنضربوها في 1.5، خرجنا ب 1 متر غنضربوها في 1.5، يعني ديك مترو الا درنا مترو مثلا نضربوها في 1.5 وشحال غتعطينا. مثلا درنا مثلا فوالا نديرو مثلا 1 متر، عندنا 1 متر غنضربوها في 1.5، نشوفو شحال غتعطينا. غتعطينا 1.50 متر. دونك الى عندنا خارجين هنايا بمترو غندخلو هنايا بمترو و50، يعني داكشي باش غتخرج هنايا غضربو فوا الكوفيسيون ديال 1.5. هادشي اللي كاين في الاخوان في هاد الفيديو هذا، نتمنى تكونوا فهمتو. تهلاو ليا فراسكم، نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله.